يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهد 21 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. هذا وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40,476 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,647 إصابة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.